انطلقت فعالية مهرجان البن اليمني في المخاء ضمن جهود استعادة المكانة التاريخية للمدينة التي تعد موطن القهوة الأقدم عالميا. ويتضمن المهرجان الأكبر الذي يقام على مدى يومين بمشاركة رسمية وشعبية واسعة معرضا لأجود أنواع البن اليمني التي ارتبطت شهرته دوليا بمدينة المخاء. كان يأتي في قلب المدينة التي صدرت البن وجعلت البن عالميا. المخا موكا اسمان لا ينفصلان أبدا، عربيا وعالميا. بالتأكيد أن هذه الفعالية تأتي في موعدها وبشكل جميل ورائع وساحر، لتقدم وتذكر بجذور هذا الذهب البني الرائع الذي شكل ثروة قومية لهذا الوطن. اخترنا هذه المدينة مع ما تشهده مدينة المخاء من تميز، من انتعاشة حضارية في توسيع الميناء وأيضا المطار. هي رسالة لكل العالم بأن البن أصله يمني، أيضا رسالة لإعادة تصدير البن اليمني من مدينة المخاء، من هنا من حيث صدر البن إلى كل العالم. عادة المخاء والبن اليمني إلى الواجهة فكرة سديدة ورائعة. فالبن مرتبط بالمخاء والمخاء مرتبط بالبن منذ الأزل. فكانت الميناء من أوائل الموانئ العربية العالمية القديمة من المخاء، وكانت أشهر المواد في تصديرها إلى الخارج هو البن اليمني. فالبن اليمني عراقة وأصالة وتاريخ. المخاء هي موطن البن وميناء البن الأول ونافذة العالم على البن. المخاء منذ أقدم العصور وصل إليها سفن البرتغاليين في القرن السادس عشر بحثا عن البن.